صباح الخير ومساء الخير يا لبابا. يا لبابا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين متتبعي قناة سليلابيو. الفيديو ديال اليوم فهو غادي يكون موجه للناس ديال شعبة علوم الحياة والأرض ثانية بكالوريا، وكذلك بالنسبة للناس ديال شعبة العلوم الفيزيائية. الوحدة ديال اليوم اللي غادي نهضر عليها هي الوحدة الأولى، استهلاك المادة العضوية وتدفق الطاقة. غادي نشوف فيها جوج ديال الفصول. هناك الفصل الأول، الفصل الأول غادي يكون حول تحرير الطاقة الكيميائية الكامنة في المادة العضوية. الفصل الثاني غادي نشوفوا فيه الدرس ديال العضلة، ولكن في هذا الفيديو غادي نهضروا فقط على الفصل الأول اللي هو تحرير الطاقة الكيميائية وتدفق أو لا تحرير الطاقة الكيميائية الكامنة في المادة العضوية. دونك اللي خصنا نعرفه بعدا هو شنو تنقصدوا بالمادة العضوية. المادة العضوية كتكون يعني من ثلاث عناصر أساسية، الكربون وكاين الهيدروجين وكاين الأكسجين. إذن كتكون مادة ديال العناصر. شنو خصنا نعرفه آخر على المادة العضوية؟ أن المادة العضوية هي عبارة، المادة العضوية هي بحال السكريات، بحال الدهنيات، بحال البروتينات. ولكن اللي غادي نشوفه في هذه الوحدة ولا في هذا الفصل هو سكر الجليكوز. علاش سكر الجليكوز ولا علاش السكر بالضبط؟ لأن السكريات كتكون يعني سهل الهدم ديالها، يعني ما كتاخذناش المدة زمنية كبيرة، ما كتضيعناش الوقت باش نستخرجوا الطاقة، لأن جسم الإنسان فهو يعني دائما ملي كنكونوا كنديروا واحد لي فور، كنديروا واحد الاكزارسيس فيزيك، يعني كنجري ولا تنديروا شي حاجه اللي كتحتاج لا تي بي، كتحتاج للانرجي، كتحتاج لواحد الطاقه. فهنا الجسم ديالنا فهو محتاج لواحد الطاقه اللي غادي نجيبوها بواحد السرعه، لاننا حنا كنخسروا الطاقه. دونك ما خصناش نشوفوا شي طريقه اولا شي ماده عضويه اللي غادي ضيعنا الوقت بزاف، ربما 24 ساعه ربما اكثر، باش ناخذوا لينيرجي اللي هي لا تي بي. دونك داكشي علاش فاش كتشوفوا شي واحد يعني سخاف ولا اغميه عليه، فكتشوف اول حاجه تنديروها هي اننا تنجيب واحد الكاس ديال الماء تنديروا فيه السكر وتنعطيوه له، يعني تنعطيوه السكر. علاش؟ حيت السكر سهل الهدم ديالو، والمده الزمنيه اللي تعطينا فيها لينيرجي اللي تعطينا فيها الطاقه فهي كتكون قصيره. دونك هذا هو لوبجيكتيف. دونك يلا نبداو على بركه الله. بالنسبه للفصل الاول، الفصل الاول غادي نشوفوا فيه المفاهيم الاساسيه، التفاعلات، وكذلك مراحل هدم الجليكوز. بالنسبه للمحور الاول اللي هو المفاهيم الاساسيه والتفاعلات، فهنا اختاريت لكم انا ندوي لكم على شي حوايج اللي ضروري خصك تعرفهم، ضروري خصك تعرف هادو عادي يمكن لك تدخل في الدرس، يعني شي حوايج اللي كنقولوا ديمو تكنيك، اللي ما كانوش عندك هادو راه ما يمكن لكش تفهم الدرس. على سبيل المثال عندنا لا تي بي اش كنقصدوا بها؟ لا تي بي بعدا خصكم تشوفوا الشكل ديالها كيفاش داير ولا مناش كتكون. كتكون من ثلاثه ديال الحروف ا والتي والبي. ا تنعنوا بها الادينوزين، تي تنعنوا بها تري سافو دير ثلاثه، وبي تنعنوا بها الفوسفات. اذا ا تي بي هي ادينوزين تري فوسفات، وهي اللي كتعطينا لينيرجي. ا تي بي سافو دير لينيرجي، يعني كتعطيني الطاقه. ايضا عندنا المفهوم ديال التنفس الخلوي. دونك ضروري خصنا نعرفوا شنو هو التنفس الخلوي، ضروري خصنا نعرفوا شنو هو التخمر اللبني، التخمر الكحولي. دونك هادو خصني نكون عارفهم، لان بهاد لي تيطاب هادو راه تنديروا يعني الانتاج ديال اولا الجسم ديالنا بهاد لي طاب هادو تفوتي تياخذ لينيرجي، تيجيب لينيرجي ديالو بهاد ثلاثه ديال الزيطاب، سواء التنفس الخلوي، سواء التخمر اللبني، سواء التخمر الكحولي. اذا ممكن نقولوا بان هاد التخمر الكحولي والتخمر اللبني والتنفس الكحولي هادو بثلاثه بهم فهما تيعطيونا لا تي بي. غير هي هاد لا تي بي كتختلف سا ديبو يعني النسبه ديالها. فمثلا اللي دونا على التنفس الخلوي فهو تيعطينا
تعطينا تقريبا تعطينا التنفس الخلوي فهو تعطينا تقريبا واحد 38 ATP، تعطينا 38 ATP، بينما التخمر اللبني والكحولي فهما تعطينا تقريبا 2 ATP ولا 4، يعني ما تعطيناش بزاف، 2 ATP تعطينا. هذا هو الفرق اللي كاين ما بين هذا الثلاثة الحوايج. دونك وفي الجهة الأخرى عندنا نشوفوا مراحل هذا المغليكوز، كيفاش كيتم هذا المغليكوز. دونك هذا المغليكوز تيتم في جوج ديال المراحل، سواء في المرحلة الأولى كيكون في الوسط الحيوي، بمعنى كيكون عندنا الأكسجين بوجود الأكسجين، وفي المرحلة الثانية كيكون في وسط حي لا هوائي بمعنى في غياب الأكسجين. يعني هضم الجليكوز اللي هو قلنا السكر، دابوغ بعدا خصنا نعرفوا بعدا هاد الجليكوز مناش كيتكون. الجليكوز كيتكون، هاد الجليكوز كيتكون أولا الصيغة ديالو الكيميائية هي C6H12O6، يعني 6 ديال لي كربون و12 ديال الهيدروجين و6 ديال الاكسجين، هذه هي الصيغه ديالو ديال الجليكوز. اذا هذا الجليكوز هذا الجسم ديالنا تيشدو و تيهدمو، يعني تيقطعو باش تيعطينا لا تي بي. هنايا تيكون في جوج مراحل، الهدم ديالو سوا كيكون في واحد الوسط حي هوائي، يعني فاش كنكون عندنا الاكسجين عندنا بوجود اودو اشنو تيعطينا. هذه المرحله دي تنسميوها، هي اللي تنسميوها المرحله ديال التنفس الخلوي، هي هذه هذه فاش كيكون في وسط حي هوائي. اما المرحله الثانيه اللي هي في الوسط الحي الهوائي فهي كتعطينا تكون في هاد جوج ديال لي زيتاب، سواء في التخمر اللبني سواء في التخمر الكحولي. مزيان، دابا غادي نشوفوا قلنا المفاهيم الاساسيه والتفاعلات. المفاهيم الاساسيه عندنا اول مفهوم معنا هو المفهوم ديال التنفس الخلوي. هاد التنفس الخلوي كمفهوم هو ظاهره خلويه يتم خلالها هدم الجليكوز اللي قلنا الصيغه ديالو C6H12O6. مزيان، بشكل كلي باستعمال الاكسجين. ها حنا تندوع الاودو، يعني بوجود الاكسجين مع طرح حوتله معدنيه. هاد الحوتله المعدنيه كيكون يعني سي اودو زائد الاش دوزو، يعني ثنائي اكسيد الكربون زائد جزيئه الماء خاليه من الطاقه. يعني هاد سي اودو زائد اش دوزو خاليه من الطاقه، ما فيهاش الطاقه، إضافة إلى 38 ATP كيف ما قلنا بأن لوفوا أيغوبي اللي هو التنفس الخلوي كيعطينا 38 ATP زائد واحد طاقة حرارية. مزيان، الآن غادي نشوفوا التفاعل الإجمالي ديال ظاهرة التنفس الخلوي. المهم ليكواسيون أو التفاعل هو هذا، كيكون عندنا في المتفاعلات هما هادو، تيكون عندنا جزيئات، هذه هي جزيئات الجليكوز، هذه الجليكوز دونك هذه الجليكوز زائد 6 ديال الاودو، 6 ديال الاودو اللي هو الاكسجين، هذا هو الاكسجين فوالا. دونك الاكسجين تعطينا كنواتج 6 ديال السي اودو زائد 6 ديال اش دوزو، يعني 6 ديال ثنائي اكسيد الكربون زائد 6 ديال جزيئات الماء. هادو كاملين تنسميهم اش، تنسميهم حتله معدنيه. علاش حتله معدنيه؟ حيت ما فيهمش لا تي بي، يعني ما فيهم والو، زائد 38 ا تي بي، وبطبيعه الحال كتكون واحد الطاقه حراريه. دابا نشوفوها من بعد. المهم هي هذه ليكواسيون. المهم بالنسبه هنايا انا تنانسيستي على واحد الحاجه، هي حاولوا انكم تفهموا اكثر ما تحفظوا. بحال مثلا هنايا مع هذه ليكواسيون هذه، الا حفظت انا هذه ليكواسيون هذه اوتوماتيكمون انا غادي نكون حفظت التعريف ديالاش ديال التنفس الخلوي. نكون حفظت التعريف ديال التنفس الخلوي كيفاش. فالتنفس الخلوي قلنا هو ظاهره خلويه يتم خلالها هدم الجليكوز. حتى هنايا كيف كتشوف في ليكواسيون عندنا الجليكوز، هذه جزيئة الجليكوز. دونك هي من ليكواسيون يمكن نخرج التعريف، هو واحد التفاعل. ها هو التنفس الخلوي هو عباره عن واحد مجموعه من التفاعلات من خلالها يتم هدم الجليكوز بشكل كلي بوجود ولا في واحد الوسط هوائي، يعني بوجود الاكسجين مع طرح حوتله، هي هذه اللي قلنا 6 ديال سي اودو زائد 6 ديال اش دوزو اللي تعطينا 38 اتي بي واحد الطاقه حراريه. دونك هي بهذه الطريقه هذه يمكن لي نحفظ هذا التعريف. هذا التعريف هادو مهمين. علاش؟ حيت يتقدروا انهم يتعطوا لكم كوم دي كيستيون ديريكت، يعني اسئله مباشره، ويقدر تحطوا لكم يعني كيو سي ام، يعني ضروري خصك تعرف التنفس الخلوي شنو تيكون فيه.
فوالا. دونك دابا غادي نشوفوا المفهوم الثاني اللي هو التخمر. التخمر كان غادي نشوفوه بلي صنفين ديالو، يعني الصنف الاول ديال التخمر اللبني، والصنف الثاني اللي هو التخمر الكحولي. غادي نشوفوا لا ديفيرونس بيناتهم. دونك اولا التخمر اللبني هو عباره عن تفاعلات تحدث بعد انحلال الجليكوز، حتى هو يعني تنطلق لنا من الجليكوز، تيتم الهدم ديال الجليكوز. لكن الفرق اللي كاين بينه وبين التنفس الخلوي هو انه يتم في غياب الاكسجين، يعني ما كاينش اوضو في غياب الاكسجين، حيث تتحول جزيئات حمض البيروفيك، لان حمض اولا جزيئات الجليكوز فهي كتعطينا جوج ديال حمض البيروفيك. هاد جوج ديال حمض البيروفيك تيمشيو في واحد دو فوا، سواء في لوفوا اللي قلنا ايروبي، يعني لوفوا الوسط الحيوي اللي قلنا بوجود الاكسجين واللي تيعطينا 38 اي تي بي، سواء تمشي في الوسط انايروبي سافو دير الوسط الحي لا هوائي اللي هو في غياب الاكسجين، اللي تيعطينا يعني واحد لينيرجي اللي قليله جوج اي تي بي، واللي تيعطينا يعني كوم ريزلت تيعطينا حمض لباني. فوالا غادي نشوفوا في ليكواسيون، هذه هي ليكواسيون ديال التخمر اللباني. دونك كنطلقوا من واحد جزيئات الجليكوز هي هذه سي 6 اش 2 او 6، كتعطينا جوج ديال سي اش 3 سي اش او اش سي او او اش. هذا هو الاسيد لاكتيك اللي قلنا عليه، هو يعني الحمض اللباني، زائد بطبيعه الحال واحد الحتاله معدنيه اللي هي جوج ديال سي او دو ثنائي اكسيد الكربون، زائد واحد الطاقه. فوالا. بالنسبه للتخمر الكحولي غير سميتو باين تخمر كحولي، كيعطينا في لافان واحد الغاز الايثانول الكحول، هو عباره عن هدم جزئي لجزئيات الجليكوز تنتج عنه طاقه قليله، يعني واحد جوج اي تي بي، ما كاينش واحد الطاقه كثيره بزاف. فوالا ليكواسيون هي هذه، تنطلقوا دائما من جزيئات الجليكوز، تعطينا جوج ديال السي او 2 زائد جوج سي 2 اش 3 او اش، هذه هي الصيغه ديال الايثانول. فوالا الصيغه ديال الايثانول. بطبيعه الحال زائد واحد الطاقه اللي هي كتكون طاقه قليله تقريبا جوج اي تي بي، جوج ديال ادينوزين تري فوسفات. الان غادي نشوف واحد الشيما غادي نديرو فيها الريزومي ديال هادشي كامل اللي شفنا. دونك قلنا التنفس الخلوي هو اللي تيتم في واحد الوسط هوائي، ها هو الخليه، هذه هي الخليه. فوالا الخليه كتكون يعني ما يعني من لا مومبران، وهذا لا مومبران، كاين السيتوبلازم هنايا السيتوبلازم. دونك الخليه تتاخذ لنا الاكسجين زائد الجليكوز، تيوقعوا لنا واحد التفاعلات الانتيغيور في الداخل ديال الخليه، كتعطينا اش، تتعطينا السي او 2 زائد الاش 2، يعني جزيئات الماء وجزيئات ثاني اكسيد الكربون اللي سميناهم حتاله معدنيه، هادو هما عباره عن حتالات معدنيه، زائد واحد الاي تي بي بواحد النسبه كبيره اللي قلنا 38 اي تي بي. دونك هذا هو تنفس خلوي. فوالا. دونك فوالا ليكواسيون هي هذه، قلنا جزيئات الجليكوز زائد 6 ديال او 2 كتعطينا 6 سي او 2 زائد 6 ديال اش 2 زائد 38 اي تي بي. الان غادي نشوفوا التخمر الكحولي نفس الشيء، غير هو ما كاينش عندنا الجليكوز، الخليه كتاخذ الجليكوز فقط ولكن بدون وجود اكسجين ابسون ما كاينش. دونك الخليه كتعطينا بعد ما التفاعل كتعطينا غاز الايثانول زائد سي او 2 زائد واحد الطاقه اللي كتكون قليله. فوالا ليكواسيون هي هذه، جزيئات الجليكوز كتعطينا جوج سي او 2 جوج سي 2 اش 3 او اش اللي هو الايثانول، طاقه مع طاقه قليله. التخمر اللباني فوالا حتى هو في واحد الوسط انيروبي بدون وجود الاكسجين، الجليكوز الخليه كتاخذ الجليكوز في غياب الاكسجين كتعطينا طاقه قليله سي او 2 زائد هذه نسيتها حمض لباني، كتعطينا واحد حمض لباني. دونك فوالا الى هنا وصلنا الى نهايه الفيديو. هذا كان فقط واحد الفيديو اللي عطيتكم فيه واحد ريزيمي غير شنو كاين، غير كيف كنقولوا رؤوس الاقلام، غير باش تعرفوا تاخذوا واحد الفكره على هذه الوحده هذه. مازال في الفيديو اللي جاي ان شاء الله غادي نشوفوا البارتي الثانيه ديال هي كيف يتم هدم الجليكوز، يعني في الوسطين بجوج، لا الهوائي ولا الوسط لا هوائي، يعني في وجود او في غياب الاكسجين. وغادي نهضروا بطبيعه الحال على الفصل الثاني اللي هو اللي كيخص العضله. غير بالنسبه للناس اللي جداد معنا في لاشين، تنبغي نقول لكم باللي راه ديجا دويت على هذه الوحده كامله، درت لها واحد الريزيمي
عبر مجموعه ديال الفيديوهات ديجا راني حاطها في البلاي ليست اللي بغى يشوف داك لي فيديو هادوك. ومن بعد يجي يكمل معنا هنايا لان غادي ندوي على شي حوايج هنايا غادي نكونوا ما دويناش عليهم في داك لي فيديو هادوك. دونك كنتمنى لكم التوفيق, كنتمنى لكم ان شاء الله النجاح, كنتمنى التوفيق والنجاح للجميع. دونك الى هنا سوف اتوقف وغادي نضرب لكم ان شاء الله موعد في فيديو قادم. دونك الى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.